أما الآن نعود بكم مجددا أيضا إلى رفح، حيث يرافقنا من دير البلح الزميل خضر الزعنون. خضر، كما تابعنا منذ قليل وكما نوهنا في العاجل، الدبابات الإسرائيلية تصل إلى مركز مدينة رفح. حدثنا أكثر عن المعطيات التي لديك. أهلا بك جيزان، يعني أتحدث إليك من مدينة غزة. فيما يتعلق بالعملية العسكرية التي يواصلها الجيش الإسرائيلي في مختلف المناطق في مدينة رفح، فعلا يعني الآليات العسكرية تتمركز حاليا وأيضا تتقدم باتجاه وسط مدينة رفح وتحديدا على أطراف مخيم الشبورة، هذا المخيم للاجئين الفلسطينيين والذي يقع في قلب مدينة رفح. كل ذلك يعني بعيد الاستهدافات من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية ومدفعية الجيش الإسرائيلي لعدد من خيام النازحين وأيضا منازل المواطنين في المناطق الغربية من مدينة رفح. قبل قليل تم انتشال 3 من الضحايا من المواطنين، وتم انتشالهم من قبل طاقم من الهلال الأحمر الفلسطيني، وعدد أيضا من المصابين، وذلك في منطقة الإسكان الأبيض الذي يقع إلى الغرب من مدينة رفح. هذا يأتي أيضا في ظل عمليات استهدافات طالت أيضا عددا من المناطق في الوسط وأيضا في شمال قطاع غزة. قبل قليل أعلن عن سقوط ضحية وهو شاب وإصابة أيضا طفلة عند مفرق أبو الجديان في محيط مستشفى كمال أدوان في مخيم جباليا إلى الشمال من القطاع، وسبق ذلك انتشال 6 من الضحايا بعيد استهدافهم من قبل الجيش الإسرائيلي والذي استهدف مجموعات من المواطنين حاولوا الرجوع إلى أماكن سكناهم في منطقة الفلوجة ومخيم جباليا بعد تراجع طفيف للآليات العسكرية الإسرائيلية وأدى ذلك إلى سقوط هؤلاء 6 إضافة إلى إصابة عدد آخر من المواطنين، وتم نقلهم إلى النقطة الطبية التي تتواجد في منطقة الشيخ رضوان إلى أخر الشمال من مدينة غزة. لكن أيضا قبل قليل جزال يعني وصلت 16 سيارة إسعاف تتبع للهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك بتنسيق أممي ودولي. تمكنت هذه السيارات من الوصول من المناطق الجنوبية من قطاع غزة باتجاه مدينة غزة، وحاليا تقف على مفرق نتساريم الذي يفصل قطاع غزة إلى نصفين. هذه مهمة يبدو إنسانية وطبية، على ما يبدو سيتم نقل أعداد من الجرحى إلى المستشفى الأوروبي من هنا من مدينة غزة وأيضا من شمال القطاع. أيضا يعني في سياق ما تفضلت وذكرته بوصول 16 سيارة، يعني خاصة وأن العملية الإسرائيلية في التوغل على مدينة رفح مستمرة منذ يوم أمس، وبالتالي هل هناك من مقاومة أو اشتباكات تجري يعني في مراكز معينة؟ فعلا جزال، المقاومة يعني لم تتوقف، وهناك اشتباكات ومعارك تدور بين المقاومين الفلسطينيين وخصوصا من كتائب القسام وسرايا القدس وأيضا بعض الأزرع العسكرية لفصائل المقاومة، والذين يتصدون لهذا التقدم وأيضا العملية العسكرية المتواصلة في مدينة رفح وفي أكثر من محور من المدينة، سواء في المناطق الشرقية من المدينة وحتى المنطقة التي هي محيط معبر رفح البري الحدودي ومنطقة بوابة صلاح الدين على محور فيلادلفيا، وأيضا في المناطق الغربية وتحديدا أقصى جنوب غرب مدينة رفح في المنطقة التي يتمركز بها حاليا الجيش الإسرائيلي التي تعرف بمنطقة تل زغرب. أيضا يسمع دوي انفجارات وإطلاق نار، وهذا ناجم عن اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والمقاومين الفلسطينيين. إلى مدى اليوم، إلى أي مدى نستطيع القول بأن كل هؤلاء النازحين هم محاصرين وتحت وابل من القصف من المدفعية أو سواء بالمسيرات والطائرات؟ خضر، نعم، هي غاية في الصعوبة أحوال المواطنين الذين هم غالبيتهم من النازحين ممن تركوا أماكن سكناهم قصرا بسبب العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي خصوصا في هذه اللحظات في مدينة رفح وعلى وجه التحديد في المناطق الغربية. هذه المناطق التي كانت تصنف جزال بأنها آمنة، والجيش الإسرائيلي كان طالب خلال الأيام والأسابيع الماضية المواطنين بالتوجه إليها، ولكن حاليا الجيش الإسرائيلي يستهدفهم في هذه المناطق التي كانت تصنف آمنة ويسقط بينهم ضحايا وأيضا جرحى، ولا يوجد يعني مكان يتوجه إليه هؤلاء المواطنون حيث يتم استهدافهم في كل مكان، وحسب المنظمات الأممية والدولية والحقوقية
لا يوجد مكان آمن هنا في غزة. المواطنون بدأوا منذ ساعات بذوب فجر هذا اليوم بالتوجه وترك يعني خيامهم في المناطق الغربية أو بعض المناطق الغربية من مدينة رفح باتجاه المناطق الغربية لمدينة خان يونس وأيضا للمنطقة الوسطى وتحديد مدينة دير البلح وسط القطاع. نعم، يشار أيضا إلى أن هناك محاولات من قبل المواطنين بالنزوح من جديد إلى الفلوجة إلى الجهة الشمالية. هل يعني الطريق مؤمنة؟ هل هناك من أمن لمغادرة جنوب القطاع؟ نعم، فيما يتعلق بمدينة منطقة الفلوجة وهي التي تقع في المناطق الشمالية جزال من قطاع غزة والتي تراجعت يعني الآليات العسكرية الإسرائيلية ولكن بشكل طفيف، عندما حاول المواطنون الوصول إلى أماكن سكنهم تم استهداف عدد منهم وقبل قليل فقط 6 من الضحايا وأيضا عدد من المصابين بفعل يعني الإطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي على هؤلاء المواطنون الذين حاولوا الوصول إلى أماكن سكنهم. ولكن في المناطق الجنوبية من قطاع غزة أيضا الجيش الإسرائيلي حال تقدم المواطنين ويسلكونه، هم لا يعرفون أين يتوجهون أصلا. نعم، ويسلك بعضهم طرق فرعية أو الطريق الساحلي. كان هناك بالبداية محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى المواصي، وبالتالي الآن هم يهجرون مرة جديدة من هذه المناطق والنصيرات. ماذا عن دوار زغرب غربي رفح؟ نعم نعم جزال، يعني المواطنون تنقلوا يعني اكثر من مره من مكان الى مكان، على الاقل يعني الاحد يعني المواطنين تنقلوا يعني حوالي 6 مرات من مكان الى مكان وكلها يعني من نزوح الى نزوح. هذا ياتي في ظل ظروف انسانيه صعبه. منطقه دوار زغرب هذه المنطقه هي في المناطق الغربيه على وجه التحديد من مدينه رفح، وهي منطقه تعتبر منطقه يعني قريبه من محور فيلادلفيا في المناطق الجنوبية الغربية لمدينة رفح. فعلا الآليات العسكرية الإسرائيلية تتواجد في تلك المنطقة، وعائلات كثيرة يعني حاولت ترك تلك المنطقة والتوجه إلى مناطق بعيدة عن مصدر العمليات الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي في المناطق الغربية لمدينة رفح، وذلك كمأمن لهم وحماية لهم، ولكن لا يوجد جدال بصراحة مكان آمن في قطاع غزة.